كم رغبت في أن تقيم لها عرسا؟ إن كان لديك أي استضاح فأنا في الخدمة. أيها سيد، لماذا تناور هكذا؟ ليكن بمعلومة عنوان والدك الحقيقي موجود لدي، وهو حي يرزق، وذلك من حسن حظنا. إن ذلك المرحوم، المرحوم عظيمي، هو من كلفني بمهمة البحث عنه. انتظر سيد عطائي. نعم يا عروس، تفضلي. أنا من أكون عمتي؟ من أنا عمتي؟ ما خطبك ليلى؟ عمي لم يقل شيئا، لما لا تخبريني أنت من أنا عمتي؟ لماذا ننتظر؟ إنه الآن في المستشفى، والدك حي يرزق. ليلى، أتسمعي؟ إنه موجود لقد هنا. لقد تأخرنا، ألن يأتي العريس؟ لم نعرف ما هي تهمته، مهما يكن فقد كان الحكم عليه قاسيا. أجل، هذا هو السيد إيراج. لنعد أرجوك. ماذا؟ لنعد. لنعد؟ ما معنى ذلك؟ لست مستعدة لهذا. أفرج عنا معا، أنا أتيت إلى البيت وهو ذهب إلى المستشفى. عندما يكون المرء في السجن مريضا، مأمور القطار قال لي فتش عن أماكن شاغرة. لعنة الله عليه. من؟ تقصد عطائي؟ أقسم بأنه يعمل لحساب أحدهم. ولكن يا عمتي لا داعي للقسم، فهو بنفسه يعترف بأنه مأجور. مأجور لمن؟ أخوك طلب منه ذلك. سألقنه درسا، أيجرؤ على تعطيل عرسنا؟ المهم بالنسبة لليلى الآن معرفتها بحقيقة الأمور. أي حقيقة؟ ابن عمي الذي كان هنا الليلة في النيابة العامة، سأذهب لزيارته. ولكن لماذا؟ من أجل حقيقة الأمر، فالرجل كان في السجن، ربما كان ملفه يتضمن عنوانا أو أي شيء. ولكن يا سيد سعيد، نحن نتوقع منك أن تطوي هذا الملف من أجل أن تبدأ حياتكما الجديدة معا. لم يعد ممكنا، معرفة حقيقة أصل المرء غريزية، ولا يمكن تناسي ذلك بالطلب والرجاء والتمني. والإنسان المجهول إن لم يستطع الوصول إلى جذوره فلن يهدأ أبدا. جذور ليلى تمتد إلينا نحن، لأنها ترعرعت لدى آل عظيمي. لو وضعتم أنفسكم في مكانها، هل كنتم ستتحدثون باعتزاز هكذا عن آل عظيمي؟ وهل قصرنا يوما في حبها؟ وهل قصر المرحوم أخي في الاعتناء بها؟ والآن أسمع. مهلا، اسمع يا سعيد، نحن نحب ليلى إلى درجة أنها أينما شعرت بالسعادة وافقناها الرأي. يجب على ليلى ألا تتنكر لذلك. طبيعي ألا تتنكر لكم وهي كذلك، فأنا لم أرها إلى الآن مستاءة منكم في شيء، وهي حتما كانت تحس بالسعادة في هذا البيت، لذا فقد قررت. مهلا، انتظرا، ما الذي تقولانه؟ هل تنويان تسليمها إلى أب مجرم بهذه البساطة؟ سجين سياسي يا عمتي. أياً كان لا فرق، ولكن يبدو أن شيئاً ما يلوح من خلال حديثكم. وما هو؟ هو أن كل هذه المسألة واقعية. صحيح. إذن لماذا لم يخبرني أحد بشيء؟ افترض ذلك صحيحا، ألم تعد تعني لك شيئا؟ هي كذلك،
ولكن أردت ألا أكون كبعض العرسان الذين لا يفقهون ما يدور حولهم في ليلة عرسهم. أرأيتي؟ أصبح لدينا شاك ثان. أليس من حقي؟ سيد سعيد، أرجوك لا تقحم نفسك في مسألة حساسة كهذه. سيدة بهجت، اصعدي إلى غرفتي ليلى حالا وضعيها في تفاصيل القضية، فقد تعبت عن إذنكم. عمي العزيز، ستنال ما تريده سعيد. إذا كنت ترغب بالاطلاع على التفاصيل فلتأتي إلي غدا، أريد أن أعرفك بالذي تسبب بكل هذه المشاكل. من؟ فرانكيز. فرانكيز؟ وما دخل فرانكيز بهذا الرجل؟ بلغني أنها تزوجت ثانية. إذن فكل هذه المصائب من صنع تلك الشيطان. حسنا، كفاك وقوفا هنا، اذهبي وحدثي ليلى. هيا. حسن، نورا، على ماذا؟ لا تصدقان؟ طبعا فلم تكونا في خرمشهر، أنا أعرف هؤلاء، إنهم عملاء الغزاة، خائنون. هذا يكفي، هذا الرجل بالذات كان متواريا. أمير. ماذا؟ سمير. سمير، سيد سمير، تفضل تفضل اجلس. لا أريد أن أزعجكم. أي إزعاج، ادخل لنتسامر قليلا. حسناً سيد سمير، لم تنسى الرهان بيننا. الرهان؟ أجل، ألم نتراهن قبل قليل؟ أي رهان؟ يا لهذه الذاكرة لدى سمير، ألم نعقد رهانا؟ يبدو أن الطعام لم يلائمني. وهل هذا وقت مزاح؟ لقد كنت جادا. أنت راهنت على احتواء هذه الحقيبة إما على سلاح أو منشورات أو حتى قنبلة، ألم تقل ذلك؟ أجل، وما زلت مصرا. ولماذا تتهمه؟ إذا كانت حقيبته تحتوي على ما ذكرت، لما تركها بيننا؟ من أين أنت؟ خرمشهر. وعملك؟ كنت أنوي العمل في الكويت. عملك الحالي؟ لا أظن أنك تعتقد بأني لص أو معدوه ربما. ها؟ لا، فنحن لدينا النخل والمواشي ولا نتعرض للحرام. قلت بأن هذا الرجل خطير فلم تصدقاني. حسنا، ولماذا عندما نهض فجأة أصبت بالذعر؟ أنا أصبت بالذعر؟ أجل، لقد رأيت فيك ذلك. إن كنت جريئا فعلا وأخبرتنا عن كل شيء، اذهب وقل له بنفسك. له شخصيا؟ هو يعلم ذلك؟ لا، لا يبدو عليك أنك شجاع إلى هذا الحد.
ما خطبه؟ ألا تتمالك نفسك؟ أنا لا أخاف منك. ماذا؟ قلت أنا لا أخاف. لما غيرت اسمك؟ ألا تعرفني؟ ولكنني أعرفك جيدا، واسمك عزيز. أنت مخطئ، فأنا لا أعرفك. وتصر على الإنكار؟ أجب بصراحة. أخشى أن تكون هاربا من وجه مأمور القطار. أتحمل تذكرة؟ هذه هي تذكرتي. ما الذي تنوي فعله عندما تعود إلى خرمشهر، ها؟ سيد عزيز، ما الذي تنوي فعله؟ قلت لك إن عزيز ليس اسمي. أشعر بمغص، دعني أدخل الآن. تظنني أخاف منك، ها؟ قلت إني أشعر بمغص، هيا أخرج. أتركني. أنت خائف. أليس اسمك جمال؟ لا، اسمي ليس جمال، اسمي سمير. التذكرة رجاءً، تذكرة القطار. تفضل. هل أنت بخير؟ أظن أنني مصاب بتسمم. هل أكلت من مطعم القطار؟ لا 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 لا. إذا شعرت بتوعك فتوجه إلى آخر الرواق، قد تجد هناك قرصاً أو دواءً ما لأجل سلامتك. شكرا لك. أنا آسفة أبي، ليس بإرادتي. أفهم ذلك جيدا، فهذا ظلم كبير، وأريد أن أقول يعجبني بكاؤك أيضا، لذلك لا أريد أن أمنعه.
بابا، إن ذلك الرجل يقلقني، تحركاته مريبة، يخيل إلي بأنه يمكن تصديق كلام سمير. لا يا بابا، أساساً لا أريد أن أفكر به، ولكن هل التفت إلى أسرار قميصه؟ الأفضل ألا نتهم الناس جزافاً. ألم يذهب ذلك الفتى سمير وراءه؟ لم يعد لغاية الآن، لقد اختفى فجأة. من الطبيعي أن يختفي. هل صدقت كلامه؟ أعتقد بأن ما قاله عن خرمشهر صحيح، فالمشاكل التي كانت تقع هناك هي حقيقية. اجلسي. دعي الحقيبة، كف عن اللعب واجلسي. الأفضل أن نفكر في لقائنا بعد ساعات بأمك وأمير وحديثنا عن المستقبل. نجلس إلى مائدة الطعام معا، نتناول الطعام معا، نتمشى معا، نتبادل الأحاديث ونضحك معا، وحتى نبكي معا. حديثي معك مضحك كما لو كنت طفلة. لا، إنه مهم جدا بالنسبة إلي. إذن ماذا تنتظرين؟ انزعي هذا التوتر، لا تفكري بهذا ولا بذاك، لنفكر فقط بأنفسنا، بأنفسنا فقط. أذكر يوم قالت لي أمك هذه الجملة، فقلت لها فورا: ماذا يعني أن نفكر فقط بأنفسنا؟ يجب أن نفكر بالجميع، بالشعب، ليس فقط بشعب إيران، وإنما بكافة شعوب العالم. لا يكلمين عن أمك، وعن خرمشهر فهي كل عالم. ماذا عني؟ لا يمكنني أن أفصل بينكما. ليا تعني ليالي، وليالي تعني ليالي، وليالي تعني أنت وليلى. ليا، هل تذكرين شيئاً عن ليلى؟ أجل، لكن قليلا. ليلى، ليلى، عزيزتي ليلى. أنا بخير عمتي، أريد الدخول، أريد أن أبقى لوحدي. حسنا، أنا ذاهبة إلى منزلي، ألا تريدين توديع عمتك؟ حسنا، كما تشائين، تصبحين على خير. عمتي العزيزة، أعلم أنك خلف الباب. لا زلت تلك الصغيرة ليلى بالنسبة إلي. ليت عمتك ماتت ولم ترى هذا اليوم.
عاجلا أم آجلا كنا سنخبرك. هل هي قصة؟ أجل، تشبه القصة. وحين تسمعينها تمنحين الحق في عدم إطلاعك على الأمر قبلا. عزيزتي ليلى، أنت فتاة جدية للغاية. ماذا علي أن أفعل؟ هل أضحك؟ ولم لا؟ فأنت الآن عروس، وليس مناسبا أن تنتقلي حزينة إلى بيتك. ولكن هل تفكرين بسعيد؟ دعيني أرجوك. أدعوك. أهذا جواب سيدة ليلى؟ هل معنى ذلك أنني لم أعد عمتك؟ وأنك لم تعود عروسة آل عظيمي؟ معنى ذلك أن كل ذلك الحب الذي أعطيناك إياه تبخر وأصبح بلا معنى؟ شكرا لكم على الحب الذي منحتموه لابنة اللقيطة. كفي يا ليلى. لماذا أخفيتم الأمر عني؟ وهل أخطأنا في ذلك؟ أكان باب الميتم يناسبك؟ تبا لذلك الرجل البائس، لا أعلم من أين ظهر لنا فجأة. انظري بالله عليك، فطوال الليل ولساني يمعن في اللعن. كنت تتحدثين عن الميتم، ما قصته عمتي؟ إذن تريدين تقليب الماضي؟ حسنا، رحمة الله عليه، لقد طلبت منه ألا يتعلق بهذا الأمل. كنت أفكر بهذه اللحظات، فهو الآن يشهد ذلك بكل تأكيد. هل ترى ذلك أخي؟ إنها ليلى التي ابتهج لها قلبك طويلا، والتي افتخرت بها ليلا ونهارا، والتي ربيتها بالرفاه والعز. تعال تعال واستلم جزاءك. فليلى هذه أصبحت غير مكترثة، وهي مستعدة للاستغناء حتى عن آل عظيم وعزهم. محطة دوكوهي، هيا وصلنا إلى محطة دوكوهي. دوكوهي ليستيقظ الجميع، استيقظوا.
دعيني أساعدك لو سمحت. شكرا، ولكن أين كنت؟ هل قلقت علي؟ أجل، فلم تكن على ما يرام. نعم، ولكنني الآن أفضل حالا. لما الباب مقفل؟ أهناك أحد في الداخل؟ ها؟ ألم تكن أنت في الداخل؟ لا، لقد كنت في مطعم القطار. نحاول عبثا، إذا كنت تريدين استعمال المرحاض فعليك بالمقطورة المجاورة. لا، لست في عجلة من أمري، وأنا يجب أن أنزل. حسنا، بصراحة لم أكن رفيق سفر جيدا لكما. عذرا، هل هذا الزر لك؟ نعم صحيح، يشبه هذه الأزرار. أين وجدته؟ في ذاك المكان. واسمك هو عزيز؟ عزيز، لماذا تصورت ذلك؟ عزيز هو اسم خطيبها، لقد كانت تخبرني عنه وبأنه يشبهك تماما. إذن هنيئا لخطيبها. حسنا، وصلنا إلى دوكوهي، سأنزل هنا. وداعا. وداعا. مع السلامة. بابا، إن هذا الرجل يكذب. تعالي واجلسي. هل صدقت كلامه؟ أنا لا يهمني إن كان ذلك الرجل عزيز أو نجيب، لصا أو عاملا، عربيا أو فارسيا، لا فرق عندي بتاتا. أنا لا أصدق أنك تقول هذا الكلام. أتشكين بي أيضا؟ لا، ولكن ألا تهتم إن كان يشكل خطرا على المسافرين؟ ذلك الرجل هو ماضي أبيك، شاب فائر غيور متحمس. لا أريد أن تقلب علي الماضي، أرجوك يا ابنتي. أبي تعال إلى هنا. الرجل غادر القطار دون حقيبته.
وماذا يحدث؟ حقيبته ما زالت في القطار، أي أنه يمكن أن يكون فيها قنبلة. يمكن؟ أجل يمكن، لأن هكذا أشخاصا قد يفعلونها. عذرا سيدتي، أفسح المجال. عذرا، السيدة تريدك في أمر. تفضل سيدتي. لماذا سكت؟ إنه موجود لهذا، هيا أخبري. ماذا هناك؟ قولي. يبدو أن الأرق أخذ منكما ما أخذه. أيها السيد، أحدهم ترك حقيبته في القطار. حسناً، وإن يكن؟ لا، أقصد بأنه تركها هنا عمداً. عمداً؟ أجل، وأنا شاهدة على ذلك. حسناً. ما الأمر أيها السيد؟ لا أعلم، هذه السيدة تقول. أي، أخبريه أنت. عذرا يا سيد، كنت شاهدة على أن رجلا ترجل من القطار دون أن يحمل معه حقيبته. تعنين أنه نسيها؟ تماما. سلمين إياها هيا. لا، فهو تركها في القطار هنا عمدا. أتدرون معنى ذلك؟ تقصر السيدة أن نوقف القطار هنا لنسلمه تلك الحقيبة؟ هذا الأمر غير ممكن. أنت سلمين الحقيبة ونتحقق منها بحضوركما. تظن بأن الحقيبة قد يكون بداخلها قنبلة. قنبلة؟ أجل. وعلى ما استندت؟ كنا التقينا شابا في القطار توقع ذلك. سيدتي، أتعلمين أن ما تقولينه يعد جرما؟ اسمح لي أيها الزميل، والآن أين هو ذلك الشاب الذي التقيتما به؟ لا أعلم، لقد اختفى فجأة. لقد اختفى. أجل، غاب فجأة. غاب فجأة. أعتقد بأن ذلك الرجل قد أصابه بمكروه. تفضل. عفوا. لابد أن السيدة ابنتك. أجل صحيح. أعتقد بأنه عليكم أن تنتبهوا لابنتكم، فيبدو أن أعصابها متوترة. أيتها السيدة، كيف سمحت لنفسك بأن تثير لنا المشاكل والمتاعب؟ أتمنى أن أكون مخطئة، ولكن ماذا لو صدق حدسي؟ عدنا للحديث ذاته سيدتي، ومتى كان زرع القنبلة بهذه البساطة؟ إذن أنت لا تعرف شيئا عن خرمشهر؟ لا أعرف شيئا، إن زوجتي وعيالي وكل حياتي في خرمشهر. لا تعرف شيئا. إذن كل تلك القنابل التي زرعت، ربما حتى في هذه الصحراء، كم من أنابيب النفط قد نسفت؟ ألا تدعوك كل هذه الوقائع إلى الشك؟ ألا تدعوك لأن تكون متيقظا؟ حتى وإن كنت ترى بأن ما أقوله صحيحا بنسبة 1%. أنا آسفة لتبديد فترة استراحتك. مهلا سيدتي، عذرا. أقول، لو رأيت حقيبة ذاك الرجل هل ستعرفينها؟ أجل، أعرفها. حسنا، جهزي نفسك، سوف نتفحص كل الحقائب. السلام عليكم. وعليكم عذرا السلام. نريد إلقاء نظرة على الحقائب. ولماذا؟ هناك حقيبة مفقودة نريد البحث عنها. تفضل. هيا ألقي نظرة. ماذا؟ أنا آسفة سيدتي، ليست هنا. عذرا مرة أخرى. السلام عليكم، نريد إلقاء نظرة على الحقائب. What؟ ماذا؟ But what؟ What مستر؟ ولكن لا أعرف لغتكما، هل تعرف لغتهما؟ لا أعرف. حقيبة باك. حقيبة، أبحث عن حقيبة. هنا هنا. ألقي نظرة. لقد فعلت، ليست هنا. تفضل.
أن ما نقوم به لا طائل منه سيدتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. نريد فحص الحقائب لأمر طارئ. للأسف لا يمكنك ذلك، إنها حقائب خاصة. يا عزيزي قلت إن الأمر طارئ، نريد رؤية الحقائب، أفسح لي المجال. لدي حوائج شخصية في الحقائب لو سمحت، وهي خاصة بالعائلة. لماذا أنتما واحدان في هذه الغرفة؟ نحن متزوجان حديثا ونقوم برحلة شهر العسل. لو سمحت لي أن أدخل أنا وألقي نظرة. تفضل. المعذرة. مرحبا. ماذا؟ ما الأمر؟ ما هذا؟ دي 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 دي، هل أنتم في عرس؟ ألا تعلمون بأن المسافرين نائمون؟ لم نستطع النوم فأردنا أن نمرح، فهل ارتكبنا جريمة بذلك أيها المأمور؟ قل لنا. أي واحدة من هذه؟ ولا واحدة. أنتما أخرجا قليلا، بسرعة هيا. ارفع قدميك قليلا. عما تبحث؟ عن فأرة. ليست هنا. السلام عليكم، نريد تفقد الغرفة للحظات. عذرا. لا. متأكدة؟ أجل. أرجو معذرة. صدقيني لطائلا من كل ما نقوم به. السلام عليكم. وعليكم السلام. أظن لا حقائب لديكم، ها؟ لا ليس لدي. لماذا؟ لا شيء. لا يوجد شيء. ابحث داخل أكياسهم. يا سيدة لا يضعون الحقائب داخل أكياس. عذرا سيدتي، سنلقي نظرة سريعة على الحقائب لو سمحت. تفضل. تفضلي وانظري. مرحبا. هذه. متأكدة؟ أجل. عذرا سيدتي، انتبه جيدا. لا عليك. هل هذه هي؟ لا أنا آسفة. عذرا سيدتي. آسفة. لنذهب إلى باقي المقدورات. أين كنت؟ كنت أتابع الأمر الذي تحدثت عنه السيدة. هل وجدتما شيئا؟ في الواقع لا، سنتابع البحث علنا نجدها. وكيف حال ضرسك؟ يكاد يقتلني. حسنا اذهب واسترح أنت، سأذهب مع السيدة. ولكن سأوفيك. هيا. عذرا، مسافر غادر القطار ونسي حقيبته. عفوا. لن أفعل بها شيئا، اسمح لي. المعذرة، المعذرة يا سيد، آسفة، ليست هي. إذا كان الأمر أمنياً أستطيع المساعدة، فأنا عسكري. تصبحون على خير.
تفضلي، هذا أبوك. كنت أقدم الشكر لابنتك. في الواقع يجب أن ندقق في هذه المعلومات جيدا. الأفضل أن تخلد إلى الراحة. ماذا تفعل عندك؟ هذا حمام وليس مصنعا. افتح الباب. قلت ما الذي تفعله؟ أيها المسافر بسرعة افتح الباب، إنه حمام القطار. أنا قائد القطار، افتح الباب. أما زلتما هنا؟ ثمة شخص دخل المكان وعلق فيه. أنا على وشك الدخول. أيها الزميل تعال بسرعة. سيدتي انظري إليه، هل تعرفينه؟